ازيكم يا مواليد برج الجوزاء؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجوزاء ليوم الاحد 2 يناير 2022. في بعض الاحيان ممكن انك تتعامل مع الفشل في شغلك وتكون شجاع وتنظر للانتكاسات اللي انت بتمر بيها على انها فرصة انك تتغير للاحسن والاحسن كمان. لو قمت بده هتخرج من اعماق اليأس النهاردة في حالة أفضل، وهتتخذ قرارات قريبا في حياتك الخاصة. علشان كده التزم برأيك كويس جدا، ولكن استمع أيضا للي بيقولوا الآخرين من حولك. هتظهر الظروف الصعبة أيضا في شكل جسدي النهاردة. خد وقتك علشان تستمتع بمزيد من سلامك وهدوءك. بالنسبة لك مهنيا بتناغم مركور مع القمر في برج الجدي، ده بيتيح ليك فرصة علشان تجري بعض المفاوضات النهاردة، وهتكون كلها ناجحة واتصالاتك غنية جدا. بالنسبة لك عاطفيا ما تخشاش انك تصارح شريكك، وخصوصا انك بتملك القدرة على انك تواجه الموضوع ده في اي ظرف من الظروف، وهتكون النتيجة رائعة. بالنسبة لك صحيا حاول انك تجدد نشاطك وتطرح على المقربين فكرة انك تعملوا رحلة او تتنزهوا في الطبيعة علشان ترفهوا عن نفسكم شوية. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مايو ل 31 مايو. بيبدو في الوقت الحالي انك هتواجه عدد كبير جدا من التعقيدات غير المتوقعة بالنسبة لك، ومش هيقع اللوم على من هم حولك. في بعض الاحيان ممكن تكون انت المخطئ. توقعات العشرية الثانية مواليد 1 يوليو ل 11 يونيو. لا يبدو ان جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها انها تتلاشى. خليك حازم وتحاول انك تستعيد رأيك فيما هو مهم. توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 يونيو ل 20 يونيو. لا يبدو ان الاشياء هتمشي بصورة جيدة اليوم، فلديك مشكلة في التركيز على المهام اليومية على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك. حركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج الجدي، وهيظهر القمر الجديد بعد ظهر هذا اليوم. ده بيرمز لبداية جديدة بالطاقة القوية. من المنطقي انك تركز على بعض السمات البناءة لعلامة الحمل اليوم: المثابرة، الحيلة والمنضبطة والحكيمة والطموحة والمستمرة. التفكير في كمية دمج هذه الصفات بشكل ايجابي في حياتنا. هنا الوقت علشان نركز على أهداف وعملية قابلة للتحقيق على المدى الطويل. العمل على تطوير النضج والفطرة السليمة والاستعداد للمستقبل والالتزام بالمسؤوليات ورعاية أحلامنا بشكل واقعي. لدينا الآن فرصة علشان نخلق نظام جاد في حياتنا، يمكن أن يكون وضع خطط ملموسة مرضية في الأيام المقبلة. ممكن تضع حدودنا وقواعد معقولة هتوفر لنا بعض التحرر من القلق والفوضى. هينسجم هذا القمر بشكل جميل مع أورانوس، ده بيشير لحدس قوي وشعور جيد بالتقدم، فضلا عن علاقة صحية مع التغيير. اليوم أيضا هيدخل عطارد في برج الدلو، حيث سيعبر البيت الخامس عشر والعشرين. هيتحول عطارد إلى الوراء في العلامة الرابعة عشر، وهيتراجع لبرج الجدي في الخامس والعشرين من الشهر، وهيعود لبرج الدلو في 14 فبراير. أثناء وجود عطارد في برج الدلو، نحن هنكون متعطشين للمعرفة ومنفتحين على الأفكار الجديدة والمبتكرة. تفكيرنا وتقدمي وموضوعي وأنماط الاتصال التفكيري لدينا عفوية وموضوعية وربما مجزية. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.